يحتوي هذا المقطع على 5 أساطير من ضمن العديد من الخرافات التي يؤمن بها الناس، على الرغم من تنافي المنطق والعلم معها، لكن التقاليد والعادات وحتى الأفكار أحيانا تتوارث من جيل لجيل دون أي تغيير حتى لو كانت خاطئة. رقم 5، انقسام الدماغ. يعتقد الناس خطأ أن الدماغ ينقسم لدى الأفراد إلى مستخدمي يد يسرى ومستخدمي يد يمنى، لكن الحقيقة أن العديد من الأبحاث أجريت على فئة كبيرة ومختلفة من الناس، أثبتت أن شقي الدماغ متساويين ومتشابهين في كلتا الحالتين. رقم 4، رؤية سور الصين العظيم من الفضاء. سرت إشاعة مفادها أن سور الصين العظيم يمكن رؤيته بوضوح من الفضاء الخارجي، لكن العديد من رواد الفضاء أكدوا أن سور الصين العظيم لا يرى بالعين المجردة من الفضاء الخارجي. رقم 3، غضب الثور من اللون الأحمر. لا تظن أن الثور يثور ويغضب بسبب رؤيته للون الأحمر الذي دائما ما يحمله مصارعي ثيران الأسبان، لكن العادة جرت أن يحمل المصارع هذا اللون وأصبحت كتقليد ليس أكثر. إنما يغضب الثور من كثرة تلويح المصارع بالستارة وضربه باستمرار. رقم 2، قدرة الحرباء على تغيير لونها. قد تظن أن الحرباء تغير لونها حسب السطح الذي تلامسه، ليس لهذا السبب تغير الحرباء لونها، بل إن ذلك يعتمد على المزاج العام والتغيرات بدرجة حرارة الجسم، والهدف من اتصال الحرباء مع السطح وليس التركيز على البيئة المجاورة ولونها. رقم 1، قد يظن البعض أن البرق لا يضرب مكان مرتين، أسطورة جديدة من ضمن أساطير عديدة، لكن ثق بي، فالبرق يضرب أي مكان ونفس المكان حتى لو ضربه 10 مرات من قبل.